سعيدين بعودة سميرة الكيلاني لدنيا يا دنيا. صباح الخير يا سميرة، صباح الخير. كيف ديالا حالك؟ الحمد لله، كيفك انت؟ الحمد لله. الحمد طبعا لله. احنا عندي فكرة الطبعة الثالثة ما شاء الله. مشكلتك بسيطة، لا مشكلتك بسيطة، هاي بالكتاب رح حنطبقها عملي قدام الجميع. اليوم بدك تعملي لنا صابون سميرة من زيت القلي. زيت القلي مستعمل ولا جديد؟ لا طبعا جديد. هلا احنا بالعاده بنعمل الزيت المتعارف عليه والتقليدي بزيت الزيتون. هلا في ناس كثير عم بيحضرونا من برا، مثلا بامريكا وباوروبا، بنوجه لهم تحيه. طبعا زيت الزيتون بيكون عندهم متوفر بس مثلا كميات قليله او كثير غالي، وبحبوا برضه يعملوا الصابون هاد. وانا كثير مرات بوصفاتي بقول لهم ابرشوا صابون نابلسي او ابرشوا صابون بلدي، فمش متوفر في بلادهم حتى. فهلا رح نفرجيهم كيف يعملوا الصابون بزيت القلي عادي اللي بيستعملوه، اي نوع زيت، زيت ذره، زيت عباد شمس، زيت كانولا، اي نوع بحبوه، زيت الصويا برضه. طيب سميره، لما نعمل الصابون ما طعم يعني ريحه الزيت ما بتبين؟ هلا اللي بيصير ديالا التفاعل الكيماوي بيحول المادتين اللي رح نحكي عنهم لماده ثالثه نهائيه. ما لها علاقه ابدا، يعني التفاعلات الكيماويه بتفوتي مادتين بتطلع ماده ما لها علاقه بالمادتين الاصليات. هلا رح نحكي عن الصابون. الصابون اصلا بيتكون من دهن وصودا كاويه. الدهن ممكن يكون هذا الزيت، ممكن يكون سمنه، ممكن يكون دهن حيوانات، لانه زمان كانوا يعملوه من دهون الحيوانات، وبرضه الرماد تبع الشجر بس ضلوا يخلطوه، كان يحتاج لفتره كثير طويله، ايام مرات كثير، يعني ايام وليالي لحتى يقدروا يحصلوا على الصابون. فماده اختراع الصودا الكاويه كثير سهل في عمليه الصابون. هلا في للصابون طريقتين، عندنا الصابون بالطريقة السخنة أو الهوت بروسيس، وفي عندنا الصابون بالطريقة الباردة اللي هي كولد بروسيس. هلأ احنا رح نعمل الصابون بالطريقة الباردة. رح نحتاج لزيت، ورح نحتاج لصودا كاوية، ورح نحتاج لمي. هلأ شغلات لازم ننتبه لها لما نستعمل الصودا الكاوية. طبعا هاي الصودا اللي بنستعملها لنفتح فيها، عفوا يعني المجاري، هاي بس تختلط بالمي بتصير مادة كتير لها ريحة كريهة وحارقة جدا، مي تتنار. كيف نستخدمها بصابون؟ هلا ما في غنى عنها، يعني نو لاي نو سوب، هاي اللاي بيقولوا لها، يعني نو لاي نو سوب، مستحيل نقدر نحصل على صابونة بدون هاي المادة. طيب والخل ايش؟ هلا الخل اذا في حاله لا سمح الله انحرقنا واحنا عم نستعملها، ما نغسل بمي لانه راح يزيد الامر سوء، فعطول بنغسل بخل عشان نبرد على حالنا. هلا والهاي الثانيه اللي حطيتيها هذا زيت اللافندر الخرافي تبعي. زيت اللافندر يعني معطر، معطر في النهايه في أوكي. اخر هون خطر. هذا هون مي، هذه مش مي، هاي عباره عن صودا الكاويه مع المي، انا خلطتها من امبارح. هلا رح تلاحظوا اللي بحب يعمل الصابون رح نخلط. هلا رح اقول لهم على المقادير، يخلطوها قبل بليله عشان يعني كل صودا الكاويه تذوب نهائيا، وهي اصلا لما نخلطها مع المي كثير بتصير سخنه. هلا انا عشان انت حطيتيها في بلاستيك ما بيأثر؟ هلا لازم منيحه النقطه كثير ذكرتيني فيها، لازم نحط يا في بلاستيك مقوى زي هاد او بازاز بايركس انه ما ينكسر. ممنوع طبعا نستعمل الالومنيوم نهائيا في صناعه الصابون لانه بتفاعل مع الماده الصودا الكاويه والهاي، وممنوع نستعمل اي شيء حديد، لازم ستانلس. طيب يلا نشتغل عشان نلحق. اوكي هلا رح نحط 700 جرام من الزيت، زيت القلي اي نوع زيت بتحبوه. رح نحط مقدار هالقد من المي، هذا 200 جرام، ورح نحط 100 جرام من الصودا الكاوي. هالقد بتكون هاي 100 جرام؟ هاي 100 جرام. هلا انا بفضل يكون عندهم زي هيك هذا الميزان حساس طبعا، لانه صناعه الصابون كثير دقيقه وبدها خصوصا. هلا بس بدي اسالك، هلا اذا ما استخدمنا هذا اللي شو بسميه الصودا الكاويه، الصودا الكاويه ايش بصير بالصابونه اذا عملناها من غيره؟ ما بتزبط، ما بترغي ولا ما بتمسك ولا ايش؟ ما بتصير صابونه ابدا. لا بدونها ما بصير صابون. نو لاي نو سوب ابدا ابدا، لازم تكون هاي الماده موجوده. هلا بنستعملها بحذر زي ما قلنا. هلا في نقطه كثير مهمه لازم نحكيها، بنحط ال 200 جرام مي في عبوه زي هاي، بعدين بنحط عليها الصودا الكاويه ومش العكس. يعني ما بنحط الصودا الكاويه بعدين بندير عليها المي لانها راح تتفاعل وترشق بوجهنا، فبنحط المي في الاول ضروري كثير هاي النقطه، بنحط المي بعدين بنحط الصودا الكاويه. هلا مي عاديه؟ مي عاديه؟ لا لا مي عاديه. هلا لازم يكونوا الاثنين بحراره الغرفه، يعني الصودا الكاويه هاي انا من الليل عملتها هلا بارده، والزيت طبعا موزن وجاهز وموجود في حراره الغرفه. هلا خوفتي الناس هلا من الصودا؟ لا ما خوفتهم، هم بس يستعملوها بحرص شوي، يلبسوا كفوف،
اذا بيحبوا يحطوا نظارات او يحطوا ماسك عادي يعني، بس انا عم بعملها عادي على البرندة وما بصير اشي. هلا راح نبلش ندير المحلول تبع الصودا الكاوية مع المي على الصابون. طلع ديالة على طول بتحسي بلش يصير تفاعل. هلا هذا التفاعل بيطلع عنه مش بس صابون، بيطلع منه جليسرين. الجليسرين احنا بنستعمله بس ما بنعرف من وين بيجي. فالجليسرين هون هذا من الصودا الكاوية ناتج، بدك تخلطيه يعني ناتج يعني. لا لا تخاف اخلطي وانا بعيدة عني. هلا بنلاحظ على طول ببلش صناعة الصابون كثير حلوة. طب سميرة اللي ما عنده هاي الخلاط كيف يخلط؟ اليدوي، الخلاط اليدوي بس بطرطش. لا لا ما بطرطش هاي. بعدين هاي انا خصصتها بس للصابون، ما بستعملها للاكل يعني، هاي عندي قديمة. طب جليناها وخلصنا شو؟ لا لا ما بصير. ما بصير؟ لا لا يعني كل الادوات اللي بستعملها زي هاي مثلا بس للصابون، لما يدمنوا على الصابون زي رح يخصصوا مع شغلات معينه له بس. شايفه ديالة بتلاحظي بلش هذا الرياكشن يصير، هذا اللي بيعملنا الصابون. هلا باخر مرحله هون ممكن نضيف اي شيء احنا بدنا اياه. هلا هذا بطل هيك مضر اذا واحد لمسه او شيء؟ هلا هاي ديالة رح نحطه بالقالب ورح نستنى عليه لتاني يوم 24 ساعة عبين ما يجمد. بس انا قصدي هلا هاي السائل اللي قدامي اذا صابني هلا بحرقني او شيء بأثر ما بصير نستعمله هلا. هلا ما بصير. هلا من هاي الميزات هاي الطريقة انه بدنا نستنى بس يجمد وبنحطه بالشمس، بنطلعه من القوالب بنحطه بالشمس وبنضلنا نقلبه لمدة شهر، ما بنستعمله قبل شهر. وي شغلة هاي. هاي من الاشياء الديس ادفانتجز تبعت الطريقة الباردة يعني المساوئ. شهر عبين ما الصودا الكاوية والزيت يعني بدهم شهر يتفاعلوا. يتفاعلوا. اما الطريقة السخنة انه بنطبخ كثير هداك بيكون بس احسن، بس بنستعمله على طول يعني ممكن ثاني يوم نستعمله. يعطيك الف عافية. شكرا لك. ان شاء الله هيك يكون استفادوا الناس منها، مع انها هيك قصة شهر هاي والصودا الكاوية هاي خوفت الكل. لا لا ما تخافوا ابدا. ما تخافوا خلص، ما تخافوا. واحد بيعملها شوي بحرص، بس اكيد هذه شغلة ما بنعمل فيها، الصغار ما بيقدروا يعملوها طبعا. لما يكون في حيوانات مثلا او اطفال اذا بس كذا مكان بعيد. يسلموا ايديكي. شكرا لك. عفوا.